صباح الخير، صباح الجمال، صباح الربيع. أرجو أن نكون استمتعنا بشم النسيم، وإخواتنا المسيحيين استمتعوا بعيدهم يوم الحد اللي فات، وإن شاء الله يكون أسابيع وأيام كل أيام مصر جميلة إن شاء الله بعد كده. النهاردة احنا هنتكلم في عيادة التجميل اللي احنا سميناها عيادة الجمال. هنتكلم على موضوع يهم الناس كلها، رجال والسيدات وكل حاجة. واحنا اول ما بنقول كلمة تجميل بيجي في بالنا على طول الوجه. احنا نتكلم النهاردة عن عمليات تجميل الوجه بشكل عام، الانف، الجفون، الخدود، الاذن، اي حاجة في عمليات تجميل الوجه. وهنتكلم على كل ما هو جديد جدا في عالم التجميل، والثورة الحالية بقت اخر جيل من سنة 2012 ابتدى المفاهيم عن جمال الوجه تختلف تماما عن سابقها. يعني الدنيا بمعنى اصح كده الدنيا اتشقلبت، بقى كلام على حاجات تانية. هو ده اللي هنقوله النهاردة في عيادتنا في قناتكم الحياة. أرجو أنكم تتصلوا بيا وتسألوني أسئلة اللي انتوا عايزينها، حتى لو ما كانتش في موضوعنا، في أي موضوع، شفط الدهون، الثدي، أي مشكلة تخص الجمال أرجو أنكم تتصلوا بيا. والتليفونات هتطلع على الشاشة، هي طلعت الحمد لله. يبقى احنا هنبتدي نتكلم عن الجمال بشكل عام، ونتكلم على جراحات التجميل في الوجه. طيب الوجه ده عشان نبقى متخيلين الفكرة، دايما اثار العمر واثار السنين بتبان علينا بعد سن الاربعين والخمسين والستين، ويبتدي يتغير فينا شوية ملامح وشوية حاجات. كنا زمان بنتكلم دايما عن شد الوجه. اول حاجة هنقسمها هو شد الوجه، وبعدين هنتكلم على جراحات تقسيم هذا الكلام بقى جزء جزء، سواء كانت الجفون او الانف او الفم او الخدود او الاذن، كل ده له حاجة لوحدها منفصلة. لكن احنا كنا زمان بنتكلم عن شد الوجه بشكل عام الجراحي. احنا بنتكلم عن شد الوجه الجراحي دايما بالطرح. يعني ايه بالطرح؟ يعني كنا دايما نقول ان الجلد بقى زيادة فلازم نقلله شوية، ان كل حاجة فننقص من الوجه شوية، فنعمل عمليات شد الوجه اللي هي بتشد الجلد على قد ما نقدر لورا، ونستأصل الجزء الزائد، ويبقى الجلد بتاعنا هو اللي فاضل، هو الجزء المشدود. احنا هنتكلم بعد كده عن ان الكلام ده اتغير بقى. الكلام ده ما بقاش كده، بقى مش بس طرح، بقى جمع. ايه الجمع؟ ان احنا ندي الوجه الحاجات اللي نقصته على السنين، بس بعد ما ناخد هبة من الغربية. الو، السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا هبة؟ الحمد لله. لو سمحت يا دكتور، انا طولي 155 ووزني حاليا 72، هو كان 65. انا كنت عاملة دايت يعني، تمام. بس ما انا اللي تخنت بمزاجي يعني، عشان وشي متدمر خالص، مش عارفة اعمل ايه. حكاية وشي اول ما بخس اول حاجة تبص في وشي في جسمي هي وشي، تمام. فمش عارفه حضرتك لو سمحت سؤالين فيه. عايز اعرف الوزن المثالي المفروض دلوقتي بالنسبه لطولي، وعايز اعرف حل مشكله وشي دي. حاضر، شكرا يا دكتور، الف شكر. هبه، احنا اتكلمنا كتير عن الوزن المثالي، وقلنا مفيش حاجه اسمها الوزن المثالي. كنا زمان بننقص ال 105 او 100 من الطول. يعني لما طولك يبقى 155، يبقى وزنك ما بين 50 و55، دي يعني الصورة التقريبية. لكن ما عادتش الكلام ده مظبوط قوي، لان بقى في عرض الكتاف، وبقى فيه مساحة الجسم، فابتدى يتعمل حاجة اسمها البي ام اي او البادي ماس اندكس. ودي تقدري تخشي على الانترنت في اي موقع وتكتبي بس بي ام اي، بي لايك بوي، وام اي، وهيطلع لك المعادلات السهلة جدا اللي تكتبي فيها وزنك وطولك، يطلع لك وزنك المثالي بشكل عام. لكن هي طبعا في التقريب ما بين 50 ل 60 كيلو هو ده الوزن المثالي لحضرتك. حكايه بقى ان الوش بيخس اكتر من الجسم، هو ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي حالا يا هبه، وهنقول عليه ايه اللي هيحصل في الوجه. كنا بنتكلم على ان جراحات شد الوجه ان هي دايما بتتعمل بالطرح، لا دلوقتي بقت بالجمع. يعني ايه بالجمع؟ يبتدينا نحط الحاجات اللي نقصت في الوجه.
في حالات فقدان الوزن الشديد أو بتقدم العمر بيحصل فقدان للدهون في الوجه، وبالتالي أي سيدة جاية عايزة تعمل تجميل دايما نقول لها هاتي صورتك لما كنت مليانة أو هاتي صورتك وانت صغيرة عشان نعرف إيه اللي حصل للوجه، إيه اللي الوجه فقده، إيه اللي هي شايفاه إن ما بقاش كويس لأنها خست كتير أو إن عمرها تقدم شوية، وبالتالي بنقارن بين صورتها زمان وصورتها دلوقتي ونعرف إيه اللي نقص منها ونبتدي نزوده. عادة بنزوده بن إيه؟ بنزوده بالدهون الموجودة في منطقة البطن وأعلى الفخذين أو الأرداف، لأن هي دي المنطقة المليئة بالخلايا الجذعية. ده هيرجعنا لموضوع الخلايا الجذعية، والخلايا الجذعية هنا احنا قلنا من سنة 2012، يعني بقالنا سنة ونص سنتين كده، ابتدى الموضوع يختلف تماما. ابتدينا نرجع او حقبة الفات، حقبة الدهون، زمن الدهون زي ما بيقولوا. كنا زمان الدهون طول عمرها مكتشفة من اكثر من 100 سنة، حقن الدهون اول مرة ابتدى من اكثر من 100 عام لما اتحقن فيها دهون في الوجه، لكن التكنيك والطريقة والحداثة واسلوب تحضير الدهون هو ده اللي اتغير، وبعد تغيره ابتدت الثورة الجديدة في عالم التجميل اللي هي سموها ثورة الدهون بعد ثورة الليزر. كنا من 4-5 سنين كل كلامنا عن الليزر ووسائل الليزر وإيه اللي يعمله الليزر في الوجه، ولا زال الليزر له دور فعال وأكيد في الوجه وفي التجميل بشكل عام، ولكن الدهون هنا والخلايا الجذعية بالذات المستخلصة من الدهون أصبحت هي الثورة الجديدة في عالم الطب. يبقى ابتدينا نعمل حاجة اسمها شد الوجه بحقن الدهون والخلايا الجذعية مختلفة تماما والنظرية تماما، بدل ما بقينا نشيل من الوجه بقينا نحط عليه. في بعض الأحيان بعد ما نحط الناقص من الوجه بيبقى في شوية زيادات في الجلد، برضو هنعمل لها عملية شد الجراحي، ولكن هتبقى الشكل مختلف تماما والجروح قليلة جدا وصغيرة جدا وما بتتشافش وما بتتلاحظ والسيدة ما بتتضايقش منها خالص. ده بشكل عام قلنا ايه هي الجديد. بقى بالتفصيل الشديد بقى نقدر نتكلم ان الخلايا الجذعية لها اثار ايجابية كتيرة جدا جدا على الوجه، بتضيف نضارة للوجه، ضيع الهالات السوداء اللي تحت العينين. كمان اكتشفوا ان احنا لما بنحقن الخلايا الجذعية تحت الجروح القديمة، الجروح القديمة دي يعني تقريبا بتصغر الى مساحات كبيرة وقد تختفي، واستخدموها في علاج جروح الحروق وتقليل مساحتها وشكلها وتغير لونها وفرق اللون اللي ما بين الجلد الغامق والجلد الفاتح، مطرح الحروق، مطرح عمليات الترقيع اللي في الحروق، خلت الكلام ده يقل بشكل كبير جدا جدا جدا. ولكن ما هيش من اول ما بتتحقن، هي الموضوع بياخد له ما بين 2-3 شهور قبل ما بنلاقي تأثير ايجابي على شكل الجروح والحروق، وساعات بنحتاج حقنة واثنين وثلاثة لغاية لما نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. يبقى حقن الدهون هو الثورة، هو الجديد في العالم التجميل في الوجه وفي الحروق وفي الجروح. هنتكلم عليها بالتفصيل وهنبتدي ننتقل من موضوع لآخر في جراحات الوجه، بس بعد ما ناخد منيرة. ألو؟ أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. أمور أيوة. ألو. تفضلي يا ست الكل. كنت بس عايزة بالنسبة لي وشي في ايه؟ بقع. ايوه يا فندم مع حضرتك والله. انا كنت عايزه بقى وشي يبقى كله يعني لون واحد، اعمل صافي. البقعه دي فين يا مدام منيره؟ في الجبهه وفي الخدود وفي المناخير. تمام. عمر حضرتك قد ايه؟ فاقفل وحضرتك تقول لحد ايه؟ قولي لنا بس عمر حضرتك قد ايه؟ انا فوق الـ50. فوق الـ50. حاضر يا فندم، سهله خالص مدام منيره. البقع اللي في الوجه اللي بتطلع يا اما نتيجه وجود التصبغ في الجلد، بيبقى في السيدات نتيجه الحمل المتكرر اللي احنا بنسميه الكلف،
او ان هو بيكون تعرض للشمس بشكل كبير، خصوصا في المنطقه اللي انت حضرتك شرحتيها اللي هي الانف والوجنتين، بيبقى نتيجه تعرض للشمس بشكل مباشر، وما بنبعدش عن اشعه فوق البنفسجيه اللي هي بتاذي جلدنا، اللي هي بتبقى موجوده في الفتره ما بين الساعه 11 الصبح لغايه الساعه 3 العصر. الكلام ده كله مدام منيره بيخلي دايما في تصبغات وبقع في الحته دي. البقع ديت نقدر نضيعها بحاجات كتيره قوي على حسب درجه عمقها في الجلد وشكلها وغمقانها، بتقسم معانا شويه لبعض الاشياء. الاول ممكن نبتدي بكريمات عاديه، والكريمات موجوده في الصيدليات، وساعات بنضطر نعمل بعض التركيبات، يعني بنخلط شويه كريمات على بعض عشان نوصل لنتيجه احسن. كمان بنحتاج في بعض الاحيان نستخدم التقشير الكيميائي باحماض الفواكه لو الموضوع شويه ابتدى يعني يخش في عمق الجلد شويه، ما هواش حاجه خفيفه، والموضوع ده بياخد يعني من جلسه الى 2 لساعات 4 جلسات او 5 جلسات لغايه لما نوصل للبشره الرايقه الصافيه اللي ما فيهاش اي بقع. في بعض الحالات اللي هي شويه بتبقى ريزيستنج او اللي هي مقاومه للتحسن بنستخدم الليزر المجزأ، اللي هو هنا فايدته مش بس التقشير، وتقشيره أخف بكتير من أحماض الفواكه، ولكن هو فايدته الرئيسية بتاعته اللي هو بيكسر الخلايا الصبغية الموجودة في الجلد. بنبتدي نعلو بوسائل العلاج لغاية لما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها يا مدام منيرة. هنرجع لموضوعنا وهو جراحات الوجه آسف جراحات الوجه وازاي بقى بتحسن المستوى. اتكلمنا في اول حاجه عن حقن الدهون والخلايا الجذعيه في الوجه وفي الجروح عشان نوصل بيها النتائج هايله. كمان اكتشفوا في اخر سنتين حاجه اسمها الصفائح الدمويه المركزه، وهي اختصار لكلمه يعني اختصارها كلمه PRP، وهنا بي لايك بن. ايه البي ار بي دي؟ قالوا ان الصفائح الدمويه ديت هي الكنز الاخر غير الخلايا الجذعيه، لانها مليئه بحاجه اسمها الجروس فاكتور او معاملات النمو، وكمان الصفائح الدمويه دي المسؤوله عن التئام الجروح. ابتدينا ناخد من دم المريض نفسه من 30 ل 60 سنتي، وخلينا نخلي بالنا ان احنا اثناء التبرع بالدم بنستخدم تقريبا بناخد تقريبا حوالي 500 سنتي، فمن 30 ل 60 دي ولا حاجه، يعني ولا اكننا خدنا حاجه من ذراع المريضه. وبنبتدي نركز، هنقول بقى ايه اللي احنا بنستخدمه او ازاي بنحضر البي ار بي وازاي بنحقنه في الوجه، بس بعد ما ناخد مدام فريده. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، انت مدام ولا انسه؟ مدام فريده. صوتك أنسة خالص. أنا عندي بنوتة عندها 4 شهور. تمام. فهي لما تولد عندها ودنها الشمال فيها زوايد جلدية كده عاملة زي الكورة كده، 2 كده كبار. قدام الودن على طول. نعم؟ قدام الودن على طول. واحدة في صوان الودن كده من جوه من قدام فتحة الطبلة كده، وواحدة أيوة. في الخد. تمام. وودنها دي أصغر من ودنها التانية. بكتير ولا حاجة صغيرة؟ لا الشكل واضح، واضح ان الودن دي كبيرة والاسطوانة مفروض، والودن التانية فيها كده يعني زي تانية كده خفيفة واصغر من الودن التانية. حضرتك كنت بتاخدي ادوية وانت حامل او بتدخني؟ لا لا لا، انا مفيش الادوية بتاعت الحمل الطبيعية اللي هي الفيتامينات والكالسيوم، كنت باخد اسبوسيدا علشان الدوالي وسيولة الدم وكده. ما خدتيش مضادات حيوية؟ ما خدتيش حاجة اثناء الحمل؟ لا لا خالص. جوز حضرتك مدخن؟ لا. طيب حاضر. متجوزين قرايب انتوا؟ قرايب بس مش من الدرجه الاولى، يعني درجه تانية. طيب تمام. انا كنت بس عايز اعرف يعني ودنها كده، كان الدكتور عايز يقلل من لها التجميل وكده، فقلت اسال حضرتك. عينيا الاثنين، حاضر هنجاوب حضرتك حاضر. مدام فريده، يعني طبعا بنت حضرتك حته الجلد اللي قدام دي ما هياش جلد، حاجه اسمها اكسسوري اوراكل او يعني حته زائده او اذن زائده زي ما بيقولوا، وهي لابد من استئصالها اذا كانت عامله لها مشاكل. لو ما كانتش عامله لها مشاكل ما يعني ما تعمل لهاش حاجه، لو كان شكلها وحش قوي بتتشال.
ودي موجودة نتيجة عيوب خلقية، وعشان كده سألتك عن زواج الأقارب لأن هو ده ممكن يكون السبب الرئيسي، أو أثناء الحمل بيحصل شوية أدوية، بناخد أدوية بتأثر على الجنين فبيحصل شوية عيوب خلقية. اللي موجود عند بنتك عيبين خلقيين، العيب الأولاني إن هو الأكسسوري أوريكل أو اللي هي الأذن الزائدة، وكمان عندها اللي احنا بنسميها البات إير أو الأذن الخفاشية في أحد الأذنين، ففي نقص في الغضروف. لو لاحظتي هتلاقي غضروف مفروض خالص وغضروف في كسرات بتاع الأذن، فدي هتحتاج جراحة طبعا، لكن يعني سيبيها لما تكبر شوية، 4 أشهر لسه صغيرة قوي على ان احنا نعمل لها الكلام ده، لكن هي محتاجة علاج عملية جراحية لإصلاح الأذن. طيب ناخد مدام نادي. حاضر، اتفضلي مدام. يا اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيك يا فندم. بنتي يا دكتور عن عمرها 2 سنة، ومن سنة اتخبطت في سيف السرير واتخيطت 6 غرز في مستشفى حكومي. تمام. ففيه خط في منتصف الحاجب قسمه بالنص بسبب الخياطة. تمام. ومفيش طبعا شعر مكان الخياطة، هل نزرع شعر ولا نعملها تجميل؟ يعني هيبقى منظر الحاجب لما تكبر ممكن يتعالج ولا نسيبه على كده بحيث ان هي لما تكبر هيدارى كده بنمو الشعر، ولا نعمل ايه يا دكتور؟ لا حضرتك لابد انها تعمل عملية تجميل جديدة لإصلاح هذا الجرح، وهو يعني يتصغر إلى أدنى حد، وحضرتك مش هيبقى فيه أثار، وهيبقى الحتة ديت يدوبك خط زي الشعرة كده، وبالتالي مش هتحتاج. لكن لو الحتة عريضة طبعا هيبقى شكلها مش حلو، فهنحاول دايما نقللها لدرجة انها تبقى رفيعة جدا. فأرجوك انك تتوجهي لأقرب دكتور تجميل جنبك، جراحة تجميل يعني، ويعمل لها عملية جراحة التجميل عشان يضيع الفرق اللي موجود، وهي بنوتك لسه صغيرة زي الأمر، إن شاء الله مستقبلها واعد يعني. طيب احنا اتكلمنا عن حقن الدهون والخلايا الجذعية، وابتدينا نتكلم عن البي ار بي، وقلنا ان احنا هناخد من 30 ل 60 سنتي من دم المريض ونبتدي نحضره، نفصله عن طريق بعض الأجهزة المعاونة وبعض الأدوية اللي هي بتستخدم للأكتيفيشن أو لتنشيط الصفائح الدموية، وبناخد تقريبا من 30 إلى 60 سنتي بيطلع لنا في حدود 2 إلى 3 سنتي من البي آر بي أو الصفائح الدموية المركزة، وتركيزها دايما بيكون ما بين 2 إلى 6 أضعاف الطبيعي عشان تبتدي نستفيد من الجروث فاكتور أو معاملات النمو الموجودة فيها، ونستفيد أكتر كمان بقدرة الصفائح الدموية على الالتئام، ونبتدي نحقنها في الوجه. الطريقة دي اسمها فامباير تكنيك، أو يعني إن هي ما في يعني الاسم ملوش علاقة شوية يعني، أو له علاقة بس يعني للناس اللي هم عارفين الفامبايرز أو اللي هم بياخدوا أكسير الحياة من مص دماء الآخرين، ولكن هي هنا يعني أكسير الحياة بيبقى من دمنا إحنا، وبالتالي بنستفيد بها بشكل أكثر، وبتتحقن في الوجه، بتدي نضارة قوية جدا، بتستخدم كثيرا في التئام الجروح، حتى في الجروح المستعصية زي مثلا قرح الفراش وخلافه، بنستخدم البي ار بي بحيث ان احنا نبقى قادرين على ان احنا نوصل للالتئام الى اقصى درجاته، وكمان بيدي نضارة، ومعدلات النمو بتساعد على ان الجلد يتشد، وبنعملها مرة يعني مثلا كل 2 في جراحات الوجه عشان نوصل للنضارة اللي احنا محتاجينها. هنتكلم على مواضيع تانية، هنبتدي نتكلم ان شاء الله على جراحات الانف دلوقتي، وعلى جراحات شد الجفون، وبعد كده هنبتدي على الخدود والشفايف والاذن، ولكن بعد ما ناخد الانسة نورهان. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا نورهان. يا دكتور انا عندي حبوب سمرة في الوش وهالات سودة. انت زعلانه ليه يا نورهان وانت بتتكلمي كده؟ لا والله مش زعلانه ولا حاجه. طيب اتفضلي. ايه تاني؟ وهالات سودا حوالين العين، هو بيقولوا لي نتيجه المذاكره كمان في ثانويه عامه. ان شاء الله انت تنجحي، خلاص الامتحانات قربت. نورهان هتخش كليه ايه باذن الله؟ ناوي تخش كليه ايه؟ تربيه.
يا رب ان شاء الله ربنا يحقق لك امانيكي. وهنقول لك دلوقتي يا نورهان حاجات كتيره عن الهالات السوداء. الهالات السوداء هي نتيجه الارهاق، السهر، التدخين، يعني او عيوب وراثيه في اغلب الناس، او في امراض شديده جدا زي الكبد والكلى لما يكون فيهم شويه فشل. ان شاء الله بعيد عن الساده المشاهدين والسيدات المشاهدات كلهم، لكن احنا بنتكلم ان الاسباب الرئيسيه للهالات السوداء هي الارهاق الشديد، السهر والنوم في غير ساعات الليل، وكمان السبب الرئيسي ليها الانيميا. فإذا كنت واحدة من دول أرجوك أن تتوقف عن كده وتقدر تذاكري في أوقات النهار، تقدر تذاكري لك 7-8 ساعات كل يوم، ده كفاية. ما فيش داعي تسهري للساعة 3 الصبح و4 الصبح، يعني كفاية أوي أن احنا ننام على الساعة 11-12 بالليل ونصحى في مواعيدنا الطبيعية، ويبقى ده هيدي لوشنا الراحة اللي احنا عايزينها. وناكل طبقة سلطة خضراء كل يوم ونشرب 2 لتر مية. ده اللي سنك يا نورهان وانت لسه صغننه خالص وانت في ثانويه عامه، ده سبب كافي. بالنسبه للحبوب السوداء، دي الحبوب السوداء لابد من ان تزال يدويا ميكانيكيا، يعني بتروحي عند دكتور الجلديه او دكتور جراحه التجميل اللي جنبك بيزيل هذه الحبوب السوداء واحده واحده لغايه لما تختفي خالص، وبعدين تبتدي تستخدمي لها الانواع المنظفات القويه عشان ما ترجعش تاني. الحبوب السوداء دي ما هياش نتيجه عن يعني عدم النظافه زي ما الناس متخيله او حاجه، لا دي خلايا دهنيه وغدد دهنيه مصابه بفطر، فلا بد ان تعالج بشكل طبي عشان بس الناس تبقى متخيله ان الرؤوس السوداء ديت حاجه كده يعني بتطلع لوحدها يعني. وهنبتدي نستخدم المنظفات العميقه اللي بتنظف البشره، وبالتالي نحافظ على بشرتنا بشكل كتير، ونبتدي نعمل الصيانه الدوريه لوجهنا، ان احنا نعمل تنظيف الوجه او النتوياج زي ما بيقولوا بمعدلات يعني مره كل شهر او كل شهرين على حد اقصى عشان ما ترجعش الحبوب السوداء. هنبتدي نتكلم عن جراحات الانف، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. اهلا وسهلا بكم من جديد وفي برنامجكم العياده على قناه الحياه. والنهارده احنا بنتكلم على جراحات الوجه، وجراحات الوجه دي من الموضوع مهم جدا اللي بنتكلم فيها. وكمان هناخد يعني اتكلمنا قبل الفاصل عن جراحات شد الوجه وايه الجديد فيها، وكلمنا عن الخلايا الجذعيه وحقن الدهون والبي ار بي او الصفائح الدمويه المركزه. الجزء الثاني من الحلقه هنتكلم فيه عن جراحات الانف، وهنتكلم فيه عن شد الجفون، ولكن بعد ما ناخد زينب. يا زينه. ايوه اهلا بيكي. اهلا بسعادتك، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. انا عندي مشكله بسيطه بس كده. زينب معايا؟ مع حضرتك. ايوه. حفيدتي وهي مولوده خرمولها ودنها مرتين، فسايبه اثر الفتحتين وعلى الناحيه الثانيه، هل دي تصلح فيها عمليه تجميل؟ طبعا تصلح يا فندم. طب فين اعمل فين، ولا اروح لفين يعني؟ يعني هي دلوقتي في عندها سن 5 سنين. يعني مفيش فيها مشكله، وبعدين البنات دلوقتي بيعملوا كذا خرم في الودان يا مدام زينب، مش بس واحده بس. لكن لو حضرتك عايزه تقفلي احد الاخرام طبعا دي عمليه بسيطه جدا وسهله جدا، واي جراح تجميل جنب حضرتك هيخلصها لك في اقل من نص ساعه، يعني موضوع بسيط وسهل. احنا بنتكلم لازلنا عن جراحات الوجه، واتكلمنا زي ما قلنا قبل الفاصل عن حقن الدهون والخلايا الجذعيه والصفائح الدمويه المركزه، ودلوقتي فقرتنا اللي هنتكلم فيها عن جراحات الانف وشد الجفون. طيب ناخد تليفوناتنا الاول. مدام منال. الو. يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. من فضلك كنت عايز استفسر من حضرتك عن الدوالي اللي في الرجل، ليها جراحات تجميل او شعيرات اللي بتظهر؟ طبعا ما لهاش جراحات تجميل، لكن ليها وسائل جماليه لازالتها طبعا يا مدام منال.
الدوالي او الفين سيرجري بشكل عام او علاج الاورده او الدوالي الصغيره خالص في الشعيرات الدمويه بتراوح من ان احنا نستخدم احد الوسائل الاتيه، لو هي متوسطه الحجم شويه حقن الدوالي هو العلاج الامثل لان احنا نضيع شكلها بشكل دائم ما ياثرش عليها تاني. واوعى تفتكري ان حد يقول لك الدوالي ملهاش علاج، لا الدوالي ليها علاج، لكن دايما الدوالي عشان نعالجها لازم متابعه ومثابره من المريض عشان ما ترجعلوش تاني. فحقن الدوالي ده من الحاجات المفضله لازاله دوالي الساقين. كمان بقى في لو هي شعرات دمويه رفيعه جدا جدا بنستخدم الليزر، وساعات بنستخدم موجات الراديو التردديه لازاله هذه الاورده الرفيعه اللي بيبقى شكلها سيء جدا. وهنا لازم نفرق بين حاجتين، بين وظيفه الاورده وازاي نعالجها وظيفيا، وازاي نعالجها جماليا. الاثنين ما بيتعارضوش مع بعض، بالعكس الاثنين بيمشوا مع بعض. فنقدر نعالج الدوالي وظيفيا وكمان جماليا ان شاء الله باذن الله. هنرجع تاني لموضوعنا وهو جراحات الانف، وقلنا ان جراحات الانف يا اما تتعامل بالطريقه المغلقه اللي احنا بنسميها الطريقه المغلقه او الطريقه المفتوحه. الفرق بين الاثنين فتحه صغيره جدا في اسفل الانف، يا دوبك ما تعديش 3 ملي 4 ملي في المنطقه الوسطى للانف. هي دي الفرق بين الطريقتين بالنسبه للمريض. بالنسبه للجراح طبعا الموضوع بيختلف بشكل تام منها. ايه مشاكل الانف الكثيره او المتعارف عليها في الدنيا كلها؟ ان احنا اول حاجه هي الهمب، الهمب او ارتفاع العظم في مقدمه الانف، وبيبقى بنسميها الانف المعكوف، ودي يعني من اكثر الاشياء شيوعا في عمليات الانف كلها. وازاي نزيل هذه النتوء اللي بيبقى طالع من الانف، وكمان علاج اللي احنا بنسميها مقدمه الانف او يعني التيب اوف ذا نوز، او اللي هي الحته المقدمه ديت، لان هي من الحاجات اللي دايما بتسيب شكل سيء، وساعات بيبقى الانف كلها مساحتها اكبر بكتير من مساحه الوجه. وساعات برضو في الانف الافطس او اللي هو نازل لجوه، او العظمه اللي في النص ما هياش موجوده. الانف مكوناتها جلد، شويه دهون او اللي احنا بنسميها السوفت تيشو، وغضاريف وعظام. على حسب العيب فين بنبتدي نعالج الانف. هل العيب في الجلد بس؟ هل العيب في الدهون اللي تحت الجلد؟ هل العيب في الغضاريف؟ هل العيب في العظام؟ او في الاربعه اللي احنا بنسميها الفول جوب؟ هو ده اللي بيتعمل في الانف. الانف من اكثر المناطق اهميه للوجه، لانه الجزء الوحيد الخارج بره الوجه، وبيبقى شكله وهو في يعني سنتر او مركز الوجه. لو بصينا عليها هنلاقي ان الانف تمثل ثلث الوجه بالطول وخمس الوجه بالعرض، هي في المنطقه الوسطى بالظبط في الوجه، وبالتالي هي مركز الاهتمام دايما، وبينسب اليها وبينسب منها باقي الوجه. وبالتالي عمليات جراحات الانف هي من اكثر العمليات، رغم المنطقه صغيره جدا، لكن هي العمليه التي تحتاج الى فنيات عاليه وجراح تجميل عالي التقنيه، لان احنا بنتكلم على ملي واتنين ملي بيغيروا الشكل تماما. يعني احنا لو تخيلنا ان كل الانف مهما كبرت ومهما بقت عظيمه هيبقى طولها 4-5 سنتي وعرضها ما يزيدش عن 2-3 سنتي، وبالتالي احنا بنتكلم في تغيير في شكل 4-5 سنتي ل2-3 سنتي، احنا بنتكلم على 2 ملي 3 ملي. القصة بتتغير، الشكل والنسب بتتغير بشكل جذري بمجرد ان احنا بنزيل او بنزود المليمترات الصغيرة ديت، بس بتحدد الشكل وبتغير الشكل بشكل جدي. يعني هنقدر بقى كمان ان في شوية جراحات للانف بدون جراحة، طبعا في شوية بعض الجراحات بدون جراحة، ان احنا ممكن نحقن مواد مالئة في الانف
عشان تصلح الانف الافطس عشان نملى الحتت ديت. ساعات بنصلح الهامب ان احنا نحقن تحتيها وفوقيها وبالتالي بتغير الشكل. وساعات في طريقه اسمها البايوبلاستي او الطريقه الغير جراحيه لعلاج الانف، ان احنا نرفع بيها الانف لفوق عن طريق بعض الغرز الخفيفه بدون جراحه اصلا، بدون ما يبقى فيه، بمجرد بنج موضعي فيه. لكن لهذه لا تتم مع كل المرضى، وفي بعض الاحيان بنحتاج حاجات اكتر من كده بكتير. ناخد مدام منى. الو، عليكم السلام. عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد حضرتك يا دكتور، انا عندي بنتي سنها 23 سنه. تمام. في يعني مش حبوب، تشبه الحبوب لكن ما فيهاش بر، بس لونها بني ماليه ضهرها. تمام. وانا وديتها لكذا استشاري جلديه فبيقول لي ده حاجه اسمها زيروزي. تمام. ف يعني كذا مره عملنا جلسات وحاجات انه يقشر وكده، لكن ما زال هو زي ما هو. هل الحاجه دي او الحبوب دي اللي ماليه ظهرها ومديه اللون البني ملهاش علاج؟ ليها اكيد، او ليها علاج بره؟ انا ممكن اجيبه من بره بس عشان بنتي نفسيا تعبانه. لا مش تصعب علينا نفسيه بنت حضرتك يا مدام منى، والمشكله ابسط من كده بكتير. علاج بنت حضرتك سهل ان شاء الله وبسيط، وبتحتاج بعض الكريمات. للاسف مش هنقدر نقولها على الهوا لان هي بتبقى محتاجه فيها شويه حاجات تجاريه ما نقدرش نقولها. وكمان يعني بتحتاج معاها التقشير باحماض الفواكه، وفي بعض الاحيان بنستخدم الليزر لتوحيد لون الظهر. والقصه دي ما هي صعبه ولا حاجه، والموضوع سهل ان شاء الله ومشاكله بسيطة. وما تخافيش وما تعقديش منى وما تخليهاش تعقد، ده هي حاجة بسيطة خالص وظهرها هيبقى لونه موحد إن شاء الله. ناخد أم أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا أم أحمد؟ أيوة يا دكتور، اتفضلي. ليس إني محضرتك وقت التليفون التلفزيون يا أم أحمد. يعني معايا بنتي عندها 10 سنين. حاضر. 10 سنين، من 3 سنين جالها صمت في وشها. تمام. فانا وديتها عند دكاتره كتير، الدكاتره عملوا لها قي بالليزر ووشها يعني اتشوه، عمل بقع بني والصمت برضك ما راحش. فالصمت ده ليه علاج ولا اعمل معاه ايه بالظبط؟ حاضر يا ام احمد، عينيا الاثنين. الصمت له علاج طبعا يا ام احمد، وله علاج غير الكي طبعا. هو في بعض الاحيان بيبقى التهاب فيروسي وبتبقى محتاجه ان تتابعيه بشكل جيد، ما تزهقيش منه، تتابعي مع دكتور الجلديه مره واثنين وثلاثه، وكل ما تطلع واحده تشيليها وكل ما تطلع واحده تشيليها الى ان تختفي تماما. الموضوع بياخد له 3 لـ4 اشهر. اذا كان في بعض الاثار زي ما انت بتقولي في الوجه ولا حاجه، دي علاجها سهل جدا. لما بنوتك تبقى اكبر شويه من 10 سنين بشويه، بنبتدي نعمل لها ليزر، جلسات ليزر، او بنستخدم لها التقشير باحماض الفواكه عشان نوحد اللون ونضيع الاثار اللي ناتجه عن علاج الصمت. فما تقلقيش نفسك، وموضوعها سهل خالص. والصنطة يعني بتتعالج في اي حتة يا محمد، ما هياش محتاجة خبير عالمي يعني عشان تتعالج. احنا اتكلمنا على كل حاجة في الانف بشكل سريع جدا، وقلنا الطريقتين اللي احنا بنستخدمه، سواء كانت المفتوحة او المغلقة، او ان احنا نستخدم حاجات غير الجراحة في علاج الانف، ودي حاجاتها محدودة. هنتكلم على الجفون بس بعد ما ناخد ام مدام منى. الو، الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. معاك مدام منى من كفر الشيخ. اهلا وسهلا يا مدام منى، واهلا باهل كفر الشيخ كله. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بس عايزه استاذن حضرتك. وقت التلفزيون يا مدام منى، ربنا يخليكي. بقول لحضرتك هي عمرها 20 سنه وبتعاني فجاه كده من ظهور شعر زياده في الوش. دي بنت حضرتك؟ ايوه. تمام. بس هو كانت كويسه السنه اللي فاتت، بعض شعرايا كده، فروحنا عملنا ليزر اللي بيقولوا عليه يعني، فلقيته للاسف زاد بعد كده بكميه كبيره قوي. تمام. فمش عارفه اعمل ايه يعني، هي الحكايه دي مقرقاني ومقرقاها جدا يعني.
مدام منى، وزن بنت حضرتك قد ايه؟ لا نورمال الطبيعي خالص، وحتى جسمها جميل يعني ما شاء الله كل حاجه كويسه فيها. بسم الله ما شاء الله عليها. حضرتك بس يا ريت تعملي لها اشعه تلفزيونيه على الموبايل. عملت حضرتك المبايض، وعملت اللي هو الاختبار اللي بيقولوا عليه الدهيه ده او حاجه، والهرمونز كلها بتاعه التستوستيرون وكده كله مظبوط الحمد لله رب العالمين. كمية الشعر بتزيد بطريقة مزعجة، أنا بصراحة عايشة في يعني في كابوس. ليه كابوس ليه؟ إن شاء الله ما فيش حاجة. أنا مش عارفة الحل إيه يعني. لا الحل هو إزالة الشعر بالليزر يا مدام منى، ده اسمه هيرشتزم أو ظهور الشعر في أماكن غير طبيعية. حضرتك بس أرجوكي عيدي الأشعة التلفزيونية على الموبايل، لأن ده عادة بيطلع نتيجة بعض التكيسات في المبايض، ودايما بيبقى معاه شويه لخبطه في الدوره الشهريه. ارجوك عيدي الاشعه التلفزيونيه في مكان معروف، ونبتدي نقيم بشكل عام الحاله العامه لبنوتك. لكن علاجها سواء كان في تكيس في المبايض او ما فيش تكيس في المبايض، هو العلاج واحد، هو ازاله الشعر الزائد بالليزر. حضرتك جهاز الليزر اللي بتستخدميه لابد ان يكون جهاز معلوم المصدر كويس معروف، مش كل انواع الشعر بتختفي مع الليزر، فلا بد انها تروح لمكان كويس برضو عشان تشيل فيه الليزر. الاي بي ال بيشيل ليزر، والالكسندرايت بيشيل ليزر، والدايود ليزر بيشيل ليزر، في كذا نوع من اجهزه الليزر اللي بتشيل الشعر، انا اسف. كل الاجهزه ديت كل جهاز له تاثير خلاف التاني، هي ما بتسقيش منها، هي ما بتتعملش من مره واحده. ازاله الشعر بالليزر ما هياش من مرة واحدة، يعني هو الحد الأدنى له 7 جلسات. فما تزهقيش وما تزعليش بنتك، وإن شاء الله حلها بإذن الله هيكون كويس. هنتكلم عن جراحة شد الكفون. وشد الكفون بتحصل لما يكون في أكياس دهنية تحت العين أو فوق العين، أو في جلد زائد فوق العين ونازل الجفن نازل على العين والرموش، ويبقى شكله يعني بيضايق السيدات وبيضايق الناس بشكل جدا، وشكل العين مكسورة على طول. كمان بيبقى فيه تجمعات تحت أو انتفاخات تحت العين، وبيبقى شكلها إن المريض أو المريضة يعني ما بينامش بشكل كويس وشكله مش كويس، وبتبقى ناتج طبعا في بعض الأحيان عن التدخين الشديد وعن السهر الكتير. كل ده بيدخلنا في شد الجفون. هنتكلم عن شد الجفون بس بعد ما ناخد منام ليلى. ولا انسى ليلى وتوطي التلفزيون يا ليلى. ايوه دكتور. يا اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ انا مدام ليلى. يا اهلا مدام ليلى. ايوه دكتور، انا في جفون دهون كده تحت العين، فدكتور العيون قال لي ان دي ايه ممكن تتعمل، يقلب الجفن ومش عارفه ايه، بس انا خايفه طبعا. ليه خايفه ليه؟ قال لي الاربطه اللي ورا العين مش عارفه رخت شويه فعملت الجيب ده. حاضر يا مدام، انت لو كنت بس استنيتي شويه احنا كنا لسه بنتكلم عن شد الجفون وطريقتها وحلولها السهله. يعني مدام ليلى انا بس حبيت اقول لك احنا بنتكلم على شد الجفون دلوقتي، ولو الجفون العلويه او السفليه بنتكلم عليها. الجفون العلويه عاده بيبقى مشكلتها ان في جلد زائد، وان كمان في بعض التجمعات الدهنيه الزائده ورا العضلات في العين، ودي بنحتاج نعملها، بنستأصل الدهون الزائده وبنستأصل الجلد الزائد، والجرح بتاع الجفون جرح غير مرئي، يا ما حدش بيشوفه. جرح الجفن السفلي يا اما بيتعمل من جوه العين يا اما بيتعمل من بره العين، في الحالتين هو برضه ايضا جرح غير مرئي، يا ما حدش هيشوفه، وحضرتك هتعرفي تمارسي حياتك بشكل طبيعي بعد اقل من اسبوع. وبيبقى الدهون فيها استئصال كمية الدهون الزائدة، وبيرجع شكل جلدك إلى شكل الطبيعي بتاعه فورا. هنتكلم عن كل حاجة بقى اتكلمنا فيها، وهنتكلم شوية عن الخدود وعن الأذن، وهنكمل شد الجفون، ولكن بعد هذا الفصل.
اهلا وسهلا بيكم من جديد. انا لسه في انتظار تليفوناتكم واسئلتكم على كل ما يخص جراحه الوجه والتجميل، وان شاء الله هنفيدكم اذا قدرنا في حدود معلوماتنا. معانا ايمان، اتفضلي يا ايمان. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور، عندي سؤال. انا عندي مولوده وانا صغيره يا دكتور بوقع في جسمي. الوجع ده كان صغير. بالراحه، واحده واحده عليا يا ايمان، انا مش سامع ولا كلمه. بالراحه. حضرتك، انا مولوده يا دكتور بوقع في جسمي. الوجع دي يا دكتور كانت قليله بس هي حجمها كبير. يعني كم واحده ما تعديش، بس بعد ما كبرت كل ما اكبر الوجع تزيد. يعني انا عندي الوجع زاد في بطني كتير، نقط في وشي، جسمي كله يا دكتور، يعني يعتبر يعني كل فتره بتزيد اكتر. تمام يا ايمان. البقعه دي لونها ايه؟ اغمق من جلدك بكتير ولا هي مولوده بيها ولا ايه المشكله؟ البقعه يا دكتور بني. انت مولوده بيها؟ مولوده بيها بس بتزيد، يعني مولوده بكام واحده؟ يعني ايه كام واحده؟ حوالي اربعه خمسه. بس لما كبرت انا عندي حوالي حاجه، عندي 23، جسمي كله بقى انتشر، كله بقع في بطني كتير، بقع كتير في صدري يا دكتور، في ظهري كده وفي وشي. حاضر يا ايمان. بقع الجسم او بقع الوجه او التصبغات الجلديه من الحاجات اللي دايما احنا اتكلمنا عليها في حلقات سابقه، لكن احنا باختصار كده ايمان، احنا بنبتدي علاجنا من اما مجموعه كريمات او بنستخدم ليزر او بنستخدم تقشير كيميائي، او يعني كل دي وسائل علاج للبقع، لكن كل بقع على حسب شكلها وعلى حسب حجمها وعلى حسب اللي نقدر نعملها. فان شاء الله لما نشوفك يا ايمان باذن الله نقدر نجاوبك بشكل جيد، وايه اللي يناسبك او يناسب جسمك بالظبط منهم وسيله العلاج اللي تناسب حضرتك. كنا بنتكلم لسه عن جراحات تجميل الوجه، واتكلمنا عن الانف وعن شد الجفون. طبعا احنا اتكلمنا كل موضوع من المواضيع دي يستحق اكثر من حلقه كامله، لكن احنا حاولنا نلم الموضوع في جراحات الوجه. احنا فاضل لنا بس حاجتين اساسيتين اللي هو الشفايف والخدود والاذن، بس بعد ما ناخد ميرنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا ميرنا؟ الحمد لله. دكتور، انا كنت عايزة اسأل بس حضرتك، انا اختي في بعض الاماكن في جسمها الحساسة وعند رقبتها، المكان ده اسود مش بقعة سودة، هي سودة. يعني مليانة هي الأماكن الأسود والأماكن الحساسة. إيه؟ مليانة هي. هي مليانة شوية. طيب يا مرنة، خليها تخس بس كل البقع السوداء دي هتختفي. يعني ملهاش علاج أو ليزر أو ليها علاج؟ وليها الرقبة السوداء، ودي أحد الأمراض الناتجة عن تحول الهرموني اللي بيحصل في الدهون، موجود في الدهون الكثيره، بتبقى موجوده بالمناطق الحساسه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي نتيجه عن الاحتكاك. فلازم نمره واحد يا ميرنا ان احنا نحصل على الوزن الطبيعي والوزن المثالي، وبعد كده بمجرد ما وزننا هينزل المناطق دي هتفتح لوحدها. طبعا ليها بعض الكريمات وبعض الوسائل المساعده، لكن هي علاجها الاصلي هي انزال الوزن ووصول للوزن ان ما كانش حتى الطبيعي يبقى قريب من الطبيعي يا مر. كنا بنتكلم عن جراحات الوجه، وكلمنا شوية عن فضل الشفايف والخدود، وكلم على الاذن. الاذن زي ما قلنا فيها كذا حاجة، يا اما الاكسسوار اوريكل اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقة اللي هي الاذن الزائدة، وبعض الاحيان بيبقى فيها البات اير، ودول يعني الحاجات الشائعة. احنا هنتكلم على الاذن على الحاجات الشائعة، في حاجات كتيرة طبعا، لكن احنا هنتكلم عن الحاجات الشائعة. الحاجات الشائعة اللي هي البات اير او الاذن الخفاشية، اللي هو الودان بتبقى طالعة لبره نتيجة يعني نقص في بعض تضاريس الغضروف الخاص بالاذن. ساعات بتبقى على اذن واحدة وساعات بتبقى على الاذنين. علاجها جراحيا بان احنا بنعيد تشكيل الاذن بالشكل الاصلي اللي المفروض تكون عليه. في مشكله وحيده ان بعد العمليه لازم نربط الاذنين لمده لا تقل عن 3 اسابيع عشان الاذن تفضل في مكانها مدى الحياه ان شاء الله وتستفيد من الجراحه. ده بالنسبه للاذن. هناخد مدام فاطمه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. معلش كنت عايزه بس اسال حضرتك على حاجه يعني في وجهه وكده، اشوف يعني اعمل لها ايه حضرتك. اتفضلي.
حضرتك انا دقه كنت دقه كده دقه اللي هي دقه كده في دقني. أيوة. بس هي دقتها وبعدين سبتت في وجهي مش عايزه تطلع خالص. دي الدقه دي يعني ايه؟ دقه حسن ولا تسبب؟ لا دقه كده حضرتك دقتها زي اللي هم الجماعه اللي حضرتك اللي هم بتوع الصعيد دول حضرتك. طيب ماشي مدام فاطمه، مش عايزه تطلع؟ لا هي حضرتك مش عايزه تطلع وكده، سالتي بعض الناس وكده قالوا له ممكن محتاجه يعني ايه عمليه تجميل وكده حضرتك. لا هي مش محتاجه عمليه تجميل ولا حاجه، هي محتاجه شويه ليزر واللون ده هيطلع فورا يا فاطمه. الموضوع ما هوش صعب قوي عشان نستأصله، لكن يعني اذا طبعا ما بتطلعش بالليزر هنستأصله جراحيا، لكن هي حضرتك هي بجلستين ليزر بالكتير او ثلاث جلسات هتختفي اللون، والتصبغات الناتجه عن التاتو او الدق بتتاثر بشكل سريع بنوع من انواع الليزر اسمه كيو سويتشد اندياج ليزر، ودي سهله جدا وموجوده ومتوفره في عيادات كثيره للتجميل عشان نطلعها. احنا طبعا يعني حاولنا نلم جراحات الوجه في حلقه واحده، لكن للاسف لان الموضوع كبير جدا وواسع جدا فما قدرناش نلم في حاجات كتيره قوي لسه ما اتكلمناش عنها، تاثير البوتوكس والفيلرز ووسائل العلاج الغير جراحيه لتجميل الوجه، لكن نوعدكم ان شاء الله التلاتة اللي بعده نتكلم عن باقي المواضيع وعلاج الوجه والبشره بالوسائل غير الجراحيه. ارجو ان انا اكون فدتكم النهارده في هذه الحلقه، وشكرا جزيلا لكم ولمتابعتنا ومشاهدتنا.